متر ونصف ربما تفصل هذا الطفل عن الموت، فالكابلات التي تتدلى من عمود الكهرباء وتمتد عبر جدران المنازل باتت تشكل خطورة ليس على الأطفال فقط، ولكن على جميع المواطنين، خاصة وأسلاكها مكشوفة لا تنتظر سوى خطأ بسيطا لتنشر الحزن في أي منزل من منازل حارة موسى حسين الواقعة شرق مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج. احنا متضررين من الوايرات هذه، يوم ما جاءوا وقلبوا الخط اللي كان من ذيك الجهه وقلبوا الى الجهه هذه، قالوا بيركبوا الوايرات، قلنا لهم الوايرات تكون نازله، قالوا نحن مستعدين بعد اسبوعين او شهر يجيب كامبا ويركزها في الركن هذا اللي هنا. اصبحوا القهال يعني نفقع عليهم، كل مساحه شرت، كل مساحه تقارح الوايرات، الكامبا قدامكم تقارح دائما. 3 سنوات من المتابعة الحثيثة للجهات المعنية دون أن تكون هناك استجابة أو بوادر لتلافي مشكلة محتملة، فأغلب تصريحات مسؤولي الكهرباء بالمحافظة تتمثل بعدم وجود إمكانات تساعدهم في رفع الضرر عن سكان هذا الحي. نحن قمنا بالمتابعة مع أصحاب الكهرباء آخر مرة قبل شهر رمضان، صلينا في الظهر أنا والمدير مع بعض، وعدنا آخر مرة وعد، وأوصل إلى وصل إلى مدقي سامان ماشي عندهم إمكانية، لحد الآن ما يجيبوا لنا أي حاجة، وتدل على أكثر من 3 سنين. ليست هذه المشكلة الوحيدة التي تعاني منها هذه الأحياء، فإلى جانب مشكلة شبكات الطاقة الكهربائية المكشوفة والقريبة من الأرض، تبرز عدد من المشاكل الأخرى لدى السكان، أبرزها غياب المتنزهات وانتشار القمامة التي تتسبب بمشاكل صحية للأهالي. المشكلة في حارة موسى حسين ليست هي مشكلة الكهرباء قط، وإنما مشكلة القمامة، وطالبنا أكثر من مرة في صندوق النظافة، ولكن صندوق النظافة صح انه ياتي، ولكن بعد فترات وبعد الحاح على القائمين بالاعمال مدير الصندوق. مقابل كل ذلك استمرار صمت المكاتب الخدمية وتجاهل السلطات المحلية عن ايجاد حلول لمشكلتهم التي باتت عبئا ثقيلا عليهم، وكأن لا حياة لمن تنادي. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.